batterie. رازي صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هاد البطيئة بخير وعلى خير. كيف ما سبق ليا وعدتكم، درت معاكم بلي اون فوا غادي يوصلنا هادي الصدقة ان شاء الله، غادي نفيلمي لكم كلشي باش ان شاء الله نحط لكم فيديو على سبا. اليوم ان شاء الله هو نهار الجمعة، وهو النهار اللي غادي نبداو فيه ان شاء الله الصدقة ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا ماجر اللي غادي نطيبو فيهم، عندنا المجمر الكبار ديال التريتور، هنايا عندنا الدجاج موجود، غادي تجي المرا ان شاء الله غادي ندير ليه التقيده ديالو وغادي نفيلمي ليكم. هنايا عندنا العطريه ديال الدجاج، عندنا الفخر وكلشي ان شاء الله موجود، غادي غير تجي المرا ان شاء الله في الدفقات في العطريه ديالها، غادي نصور لكم كل حاجه يمشكل ديالها. وهاي المرا تبارك الله عليها، يلاه جات دابا. بقاو معايا ان شاء الله حتى تسالي لي بريباراسيون ديالها، كاع داكشي اللي غاتحتاج تحطو حداها تقربو ليها، ملي تبدا تراقب فيا ان شاء الله غادي نفيلمي ليكم. نتوما هنا كاينه، لا هنا كاينه عندنا المرا كتنقي التومة هي الاولى. هل غادي تحكها ولا تخليها هكاك؟ لا صافي غادي تحكها، وغادي من بعد تكون العطرية كاملة عاد تبدا دير الدجاج وغاتحطيه نتا في الطماجر ياك، تاخدي الطماجر ديالك. بقاو معنا في سكرافا ان شاء الله. هنا كاينه المرا قطعت الربيع وحطات البصله تعرف الصباح هذا، حطات الثومه اللي نقات معاكم، وغادي نمشيو دابا غادي نطحنوها في هذه، ومن بعد غادي نردوها لها باش نشوفوا شنو غندير بها. باقا ثم كتزيد الثومه واحد اخرى، ملي غنطحنوا هذا الشيء عاوتاني غنرجعوا لكم. بس ديجا مشيت نتسخر، جيت لقيت هذه دارت العطريه، ولكن ماشي مشكل غنقول لكم شنو دارت. اول حاجه هنا دارت عندنا الموزيه، من بعد دارت سكين كبير، ومن بعد دارت هاد الخرقوم عرق، وتمنية ديال الدمج ديال الزعفران والبزار و السمن والسمن وهاد المدون هذا. صافي هادشي اللي دارت في هاد البانيو. هنايا ديجا عندنا الربيع والثومه كيطحنوا، وبسيبي سلقا قله حتى هما كيدقوا، باش غادي نزيدوهم هنايا الربيع والثومه والحامض مصيه، غادي نزيدوهم هنا عاد من بعد غادي نقادو التلقيه ديال الدجاج كامله ان شاء الله، وغادي نرقدوه معاكم. كنزيدو الزيت ناتي زيت مزيان. من بعد العطريه اللي دارت قلت لكم ديجا غنطحنوا الربيع مع الثومه. هنايا ها هو الطحن، الربيع والثومه والحامض مصير ياك خالتي مطحون تماك. دابا كتزيد في الزيت، زادت الزيت العود، وغادي تحرك داكشي كامل صافي، وغادي تبدا ديرو في الدجاج ان شاء الله. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا التقيده ديال الحال حتى هو. هنا بدا الدجاج، هنا بدات ديجا كتدهن الدجاج اللي بالترقيده اللي وريتكم، هيا غدير دجاج اخرى غادي نوريها لكم. صافي ديجا الدجاج مغسول ومنقي، غير كدهنو من الداخل ومن برا مزيان بهاديك العطريه، وكتحطو في هاد البرمه هادي اللي غادي يطيب فيها، وكتخليه العطريه خاطي مازدتي لها والو، من غير سيبيسه وقع قله ياك هادوك مزيان كتعاود تولي شتي كيقولوا لي غير نشوف 4 6 7 ديال الدجاج، يبقاو كدهنهم مزيان من الداخل ومن برا، من بعد كتجمع عليهم رجليهم صافي، وكتخليهم هنايا بحال هكا. دابا غادي يبقاو معاش غادي يبداو يطيبوا، شحال خاصو يبقاو مرقدين دابا؟ غادي نبداو غير نكملوا.
صافي كتمشي بلا مي مانيير في كاع الدجاجات اللي بقاو تما كدانو من برا ومن الداخل وكتجمع ليهم رجليهم وكتخليهم هنايا غتزيد دابا البصله وغادي تحطو فوق المجمر باش يطيب البصله ديجا كاينه المره كتنقعها بعد نبدا نحطات خالتي تبارك الله على الدجاج في الفرينه طيب هنايا كتقرب في هاد الجناح وهاد الشيء هنايا كتقطعو على جوج باش غادي تزيدو ما غاتزيديهش حتى يبدا الدجاج يطيب ياك غادي نتخضر نديرهم مع كتخضر كتضرب بهم من الفوق نديرهم مع الدغميره الدغميره غطيب بوحدها ماشي مع الدجاج الدغميره من بعد هي اللي غيطيب فيها لا واش بصح كتغيطيب بوحدها اول مره نعرفها حتى كطيبي حتى كطيبي الدجاج غتكديها من بعد داكشي اللي كيبقى كنطيبو فيه هاد سميتو معلومه جديده اول مره غنكتشفها الحل ما عندناش العسل هنا والله عندنا غير الدجاج ما فهمتش اش كدير صافي غنخليوها السيده تبارك الله غنخليوها تكمل التقطاع ديال العنق والجناوح وغادي اجي نوريكم الفرين شنو فيها صافي باش نمشيو نسخر تقال مني هنا كاين الدجاج كيطيب معرفتش اش شفتو بحال هكا المهم شفتو بحال هكا كيطيب مع البصله غادي نخليوه نسدو عليه يطيب ونا لا شي فيلم مي شي برون با زعما اوكي هنا بداو كيلصقوا في الباش الفوقاني ديال الشابيطو ملي غيلصقوا الباش الفوقاني عاد من بعد غادي يديروا هذوك العواد قبيله غلطت قلت لكم غي ديروا العواد هما الاولين بطاطا اختي قبيله غلطت قلت لكم غيركبوا هذا الحديد الفوقاني وغيلصقوا العود لتحت ولكن لا قال لي الدري دابا خاصو يلصقوا الباش حيت الا علاوه عليهم ما عندهمش كيفاش يديروا ليه داكشي علاش لصقوا هو الاول وهنا دوزوا الضو حتى هو باش يكون الضو داخل دوزوا الضو هو الاول فوالا اللعيبه داروا لهم سكوت لا باش هذاك واش نتوما ربي يخليك صافي ومن بعد ملي غيكملوا المونتاج كامل واش انا غنرجع معاكم اجيو نشوف الكوزينه اش كيديروا زادوا البصله زادوا البصله عصروا البصله كيديروا لها العطريه ولا كيزيدوها هكا فوزيه جنسول البصله واش كيديروا لها كيديروا لها العطريه قبل ما يزيدوها ولا كيزيدوها هكا بسم الله كيزيدوها هكا هذاك الشيء اللي كانت في البانيو بقايا اللي كانوا بقى في البانيو ما تضيعوش صافي داكشي اللي كان في البانيو قالوا لي ما تضيعوش زيدوه خلطوا فيه البصله وزيدوه وحطوه تما فهمتوا المهم صافي هاد كيخسروا مع المعدة ما كيديروا عندهم ما كلشي كيعرف يخسروا الوالدة الوالدة شي كومونتير الكبيرة شي كومونتير يا لالا طاطا بعدا لابوز ولكن راه ما عارفه ما تبوش لابوز واعر اختي ما زعما واش فاسيل ديفيسيل لا فرانشمون يا توتي في بيان في دو ليد الحمد لله كاين كاينه المعاونه في المغرب تبارك الله وكلشي كيخدم خاصه غير اماهم اللي عنده اماهم راه تبارك الله كلشي موجود اللهم لك الحمد يا ربي طاطا شنو هنا طيابه كنت غنطيب انا الساعه شدينا الطيابه شكرا الحمد لله ما ندمناش عليها بنت الناس وكاين تبارك الله الحلوه راه حنا مصيبينها مكوماندينها كلشي بخير على خير حلوه ديجا وريتها لهم تنعاود نوريها لهم ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو اي ابونيفو وما تنساوش تفعلوا الجرس باقيين جايين فيديوهات زوينين بزاف في الطريق باقي الخير ان شاء الله جاي لقدام ان شاء الله باقي ما كملناش معاكم يلاه بدينا دابا يكون خير ان شاء الله هنا جابوا الماء يعني بلاتي هبطوهم ونوريوهم لكم غادي هنا كاين تريتور اللي جاب لينا الماء عن جاب الكيسان نبركو لهم ما يشوفوناش هما الكيسان اللي جابو كيسان ديال العراسات وصافي جابو شحال من صندوق واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ديال جوج لهيها خمسة ديال الصندوق ديال هذا ديال الكيسان هنا لداخل هنا جابو لنا الطباصل هادو حطيناهم هنا يتغسلو هنا كاين الطباصل لا هنا ما كاين والو يا كاين كاين لنا الكبيرة كطحن لنا في الربيع إيوا قالك العوين في النصارى وقعد خسارة ولكن والله العظيم ملي كدير الحاجه شوفي من قبيله طحنت البصله دازت داكشي فاسيلمون حاجه ملي كتعكس كتعكس وملي كتعكس لك كان مزيان زين 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 وزين زينه وليها تبارك الله فيك طيب لينا في الكسكسو الغدا الكسكسو الغدا يوم الجمعه المهم راه عندنا في المغرب عفاك ملي كيديروا الصدقه في الغدا الصدقه راه هي الخمسه الغدا ديال الصدقه هو الخمسه عفاك وبرا كاين البقايا البقايا بقايا ديال الاعضاء كاين داكشي اللي بقى يعني مع اللي بقى فهمتوا زعما هم
البرارد هنا الماء اللي خرجتهم يتغسلوا البرارد وخاش ما عرفتش شحال من الاطر ولكن المهم يكفي باش ندوش. وهنا دوك اللعيبات اللي كيحطوا فيهم الخبز تيبغيو يحطوا فيهم الخبز وغنوريهم لكم هنا باقي عندنا الكبده وداك الشيء. المهم هادشي كامل خاصو يتغسل ملي غنبداو نسربيو فيهم غنوريكم كلشي ان شاء الله. ضيع الوقت في هاد هنايا بدات خاصه تبارك الله عليها كدير في العطريه ديال اللحم خلاها هي احسن تقول لنا العطريه. العطريه كما كتعرفوا بزار سكينجبير كزبر معدنوس الثومه خرقوا معرك شويه ديال التبزيره ديال اللحم زيت العود الثومه ما نديروش السمن شي شويه شي طريط شويه صافي هادو صافي وزيت العود ضروري مزيان زيت العود صافي كتخليه مرقد حتى ولا انفو كتعمريه بالعطريه كتحطيه غير حيت انا عندي الوقت بغيت نافونسي تخليه مرقد شويه تشرب لا انا نخليه على تنساني كاع المسائل وعاد نرجع غير حيت باقي عندنا الوقت سينو الا كنتو بخاسي الوقت راه تقدروا غير تقادوا ليه التبزيره ديالو تحطوه يطيب سيغ بلاص صافي هنايا من بعد لصقوا الباش البيض المهم ما عرفتش الصراحه داروا جوج ديال الباشات ولكن المهم انا اصلا قبيله كنت كنصور راسي شابيتو نورمال ممكن نعرف شابيتو ابيض علاش كان ملون فاش كان تغيير فاش يمكن فاش كان ملون كنت كنقول بحال ديك الخزانه ديال الموتى ولكن لا ما شابيتو راه ابيض هكا ما عرفتش علاش راه يبو فهاد الشيء هذا كي جابوا لينا الكراسه حشيت قادو في وسط الشابيتو غندخلو نضربو دويره نضربو تصويرات حنا الاولين عاد ديك الساعه مرحبا بالناس غنديرو البولة عشرة نديرو البولة اجي عندنا جات مسكينة تغسل الماء عند وحدها متعرفوش هنا هي كاينين الدراري دابا بداو كيلصقو في هادوك الرجلين شفتو من الخيمة الرجلين ديال الشاطئ يلاه بداو كيلصقو فيهم وكيف تقص الضوء الداخلية نقول له شحال زوينين كان خاصني ندير معايا شي وحدة شوف بطاطا كلاسيك في الاخر نهز شي وحدة ونقول لهم تحرقات فين بالي بنتي حيد طيابة كلاس يعني تخوج انتي حتى تقولي ما كاين لا كلاس لا كلاس الطنجره اللي جابوا فيها غير الماء واقيله واقيله غيديروا فيها السفايه كي خالتي غنطيبوا دابا السفه تنوري عليكم شارك هنا كاينه الحاجه فاطمه كتوصي الله يبارك عمرها مقبوله مهمتي الله يرضي على الجميع الله يسهل على الجميع امين الله يحفظ الجميع والعقوبه كاع خوتنا المسلمات المسلمين وليداتنا وليدات الناس كاملين كاع اللي ما باغي شي امنيه الله يحققها ليه اللي ناوي شي حاجه الله يحققها ليه اللي خدام الله يسهل عليه واللي ما خدامش الله يسهل عليه واللي قرا الله يعاونو وينجحو واللي ما اش خلى مولاه ما عنده حتى شي مستقبل نتمنى والله يرد به التاق الخير والله يعاون الجميع يا سيدي يا رب العالمين الله يجيب الله يجوز البنيات والله يفرحنا فيهم الله يسهل على الجميع الله يسهل على بنيات الناس وبنياتنا كاملين ما تجوزوش عديكم ما تجوزوش جوج لا بارك الله عليك شوف شكون بحالكم ابوني فو باش تبقاو تاخذوا حال الدعوات من هاد الحاجه غير منكم الصراحه شي كدير ما تبعدش معنا حنا شفتي البصله على شو الخشة ديال البصلة اللي خلينا معاكم في الفيديو اللي قبل كاملة طحنات بكاتني ايش نبركو هنايا ايه العطرية اللي درت قبيلة نعاود نقولها لكم بيناتنا عندكم تشوفنا دارت السكنجبير دارت الخرقوم عرق دارت القزبر ومعدنوس مع الحامض مصير دارت البزار دارت الدمص ديال الزعفران ودارت الملوين والزيت وشوية ديال السمن السمن ما كنكثروش في اللحم صافي يلا نبداو قبل ما تجي هادي هي الشابيتو من برا زعما فون با لي فيزاج اوكي تفي ديجا نو هادو هما لي طابل اللي دارو بس لا كاميرا كاميرا
3 4 5 5. Il y a beaucoup de tables hein. Ça ça عامره كاين الدراري كيتغداو صحتهم السردايه صافي هكا جاتهم لداخل سامبلي زوينه ماشي ساعه كاين شي ساعه تبارك الله دابا غندوزو للكوزينه لو كنا غنمسالين غنفيلميو سينو غنخليوها تكمل. تاتا شنو عندكم هنا؟ ملي شوفوا الطيابه ديالتنا ما شاء الله عليها هانت امام والله ما تقولبت بس والله تتصيد عرفتي هاد المراه متعدم فنيوني والله ما كرهتهم هانت ما شاء الله الا بغيتيهم هانت خديهم دوبلي ها في النحاس ان شاء الله ان شاء الله راه كيديرهم هنا خاصني شي وحيده اخرى غير ديال الدجاجه بعدا ليس نو باسي لحظه اوكي با بروبليم فيكس كيكونوا مباشره فوالا اختي خالتي غنجوك غنسولوك ول ما درتي فيها والو قبل ما ديريها ما مضركش على البرد لا مخير خير قبل ما ندوز الصفه كنديروها في باسينه هكا كندهنوها بالزيت بوحدو كنهزوها تفور ملي كتفور كنغسلوها بالماء خوي على الماء مزيان ما تغسلش في الاول تتفورها تفورها الاولى تفورها الاولى وتغسل كنصفيوها نديروها تفور ندهنها بشوية زيت ونديروها تفور مرة ثانية عاوتاني مرة ثانية كنفوروها ثاني مرة عاود كنقلبوها في بانيو عاود كنغسلوها ثاني مرة هي باش كتولي بحال هكا ملي كتولي بحال هكا كنغسلوها بالماء والملحة الماء والملحة خليها الملحة من بعد دابا هذا انا فورتها جوج تفويرات ومغسوله جوج تغسلات باش كتجينا ناقصه في الطياب ابخي كنديروا الزبده نخليوها فيها باش ملي تفور كتفور وكترطب في نفس الوقت كنحطوها ونخليوها كنديروا الحليب من بعد نوريكم كيفاش مرحلة دابا حتى نشطوا حتى الزبده صافي غيستا فيك نوح حتى الاخر ان شاء الله. وهنايا بدات المرا تبارك الله عليها الله يعطيها الصحة بدات كتحمر لينا في الدجاج الدغمي راه يمكن ديجا موجودة ما كنتش هذاك الشيء علاش ما قدرتش نفيلمي لكم هنا يعني هانتوما كيف كتشوفوا الدجاج ما احتاجتش ديروه في الفران باش يتحمر حمراته غير في هذا في الطنجرة والصفة باقي في نفس التيب اللي كنتي فيها قبيلة ياك درتي لها غير الزبدة الصفة باقا تماك عندنا راها باقا تما درتي لها الحليب وقيله ياك الحليب بودغ كترشيه عليها ولا شنو درتي نيس لاسير دارت الحليب تما صافي ودابا غادي نخليوها هي تحمر الدجاج وحنا غادي نمشيو نشوفو السربايا اللي غيدخلوا لينا الحلوى واتاي الناس غادي نحاول نوريكم غادي نحاول نوريكم جو بو با بروندر لي فيزاج هذاك الشيء علاش ولكن غنشوف الدراري امتى غادي يبداو يعمروا غنسول دابا الدري اون فوا غادي اون فوا غادي يقادو البلايص غادي يبداو يدخلوا حيت باقي الكراس خاوين وباقي الناس ما عندهمش بلاصه غير يبداو يقادو غادي يبداو يدخلوا وهنا كاين طراس الكيسان الكيسان ديجا وجدو ماشي نوريكم فوالا هنا بلاتيو هاكا الكيسان عارفين الكيسان ديال العرس هادشي كيديرو فيهم كلينكس الوسط ها موجدو هاد الصندوق كاملين بالكيسان هنا عندنا الكيسان ديال اتاي والطباصل المهم اون فوا غادي يبداو يدخلو غادي نكمل معاك قادو الطباصل برا قادو الطبالي وهنا قادو الطباصل مع الكيسان وصافي وغادي نتسناو دابا حتى يعمر اتاي وان شاء الله غنفيلم لكم فاش يكونوا الدراري كيدخلوا في كلشي ايوا حنا تنوجدوا الحامض الحامض على قبل الدجاج اكيد كيشوف لي في صاحبي ماشي بخير الله يخليك شنو ندير فوش كيصليو ما يمكنش غنخدم بريم لايتيتو ميرسي نانا شنو غادي تنصب مين كتب ها هو كيفاش كيتقطع كيفاش من كيفاش ترى عاورة طاطا كان المهم هي المحاولة هاني هاني يا حاولوا ما تكونش عورات بحالي يا الهريسه يا ناصف ولي شوف الحبيب اجي اجيو معايا غادي نمشيو نجيبو الخبز تاعك صافي ان شاء الله واش كاتشي نوت هنا لا سي بون تا كومونس كودي
عملنا جبنا الخبز عندنا 140 خبز عطاها لينا الراجل مسكين في هاد السله اللي تكون عند صحاب البولونجي عطاها لينا غادي ندخلوها دابا للدراري حتى يحتاجوها فاش يبغيو يسربيو الماكله ملي اخويا ان شاء الله عاد ردوها لنا المهم جبتو معنا الخبز دابا غنمشيو نشوفو الدراري واش بداو كيدخلو في الحل ولا مازال واخا هنا بداو الدراري كيخدمو في الاتاي باش يعطيو الطباسل الطباسل باش يعطيو الكيسان ديال الاتاي بلاتي عافاك دابا الدراري مدخلين الماكلة فوالا غادي يجيو يسربيو لينا غادي يسربيو كاع الطباسل بحال هكا غنرجعو معاهم بلا ما ندخلو لداخل صافي يكفي اننا غادي نسربيو مع الدراري الله يعطيكم الصحة نمشي فوالا غادي نمشيو نشوفو المرا نمشي نشوفو المرا شنو كدير صافي بقى عندها يمكن حطة وحدة ياك زيدي يلا يعطيك الخير انا والله تنقلبو كي غندير ليه واخا نحاول نشوف واخا بقات عندك خالتي حطه وحده هنا لا لا صافي فيني فينيش هادوك غناكلهم انا يعطيك الصحه ديجا باقيين الناس لداخل باقيين باقا العائله داكشي الناس كيتحركوا باقي الماكلاوش هادو غادي يبقاو اليوم ان شاء الله ندخلو حتى حنا نتغداو ومن بعد ملي عاد جيت حط الصفه غادي نفيلم ليكم بلا شي نصوريهم الصفه ما وريتهاش ليهم كاع انا حطانات صافا بغيتو تانكي وفاء الصفه خالتي سخونه بنتي ها هي الصفه صورتيش انا وفاء زوينه تبارك الله وكاع ما معجنه وبقاو معايا حتى ان شاء الله نصور لكم الصفة كيفاش غتحطها ما بغيتش ندير وجه المرا هادشي علاش غيخصني نخرج من هنايا بقاو معايا حتى لافان ديال لافيديو سي عجبكم الحال واستمتعتوا معنا ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير عطيوني لايك ديالكم فهادشي كامل وابونيفو باش يجيو دي فيديو بقاو جايين دي فيديو زوينين بزاف يوصلوكم ان شاء الله بقاو معنا حتى الاخر خالتي باش نقول لك خالتي غتحط الصفه دابا بلاتي صافي يلاه حتى تبغي شي حاجه الصفه ونجي كنمشي نقضي شي حاجه كنجي كنلقاهم ديجا حطو حيت ما يمكنش بها تي غيبقاو يتسناوني والناس باركين المهم هما حطو هنايا ثلاثه ديال الطباسل تبارك الله الله يعطيك اخاتي الصحه يعطيك اخي داكشي اكسترا اكسترا والله لا تبارك الله عليك باقي غير طبسيل واحد ان شاء الله ولكن باقي معطل لا حنا جا الحوت ولكن شي حاجه اللي كون زوين جدا ماشي عاد جدا ماشي عاد لا باقي معطل ان شاء الله شي زهر مجموع مع سعدو لا جا الحوت وعاد نشوفو الصاد عاد نشوفو الطبسيل كيجي ولا فوا بصح ان شاء الله بقى طبسيل واحد خاوي ها هو هو اللي غادي نحطوه معاكم دابا وصافي غادي نستناو حتى تبدا تحطو غادي نحط معاكم ان شاء الله صلى على رسول الله
يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والنفس يا من خزائن رزقه في قول كن ومن البين الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ولا إن طردت فأي باب أقرع من ذل قد وفيت بابك عالما بالذل قد وفيت بابك عالما أن تدلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفاي سائلا تضرع وبحق من أحببته وبعدته وأجبت دعوة من به يتشفع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع أكرم الخلق مالي من أعوذ به ماك عند حلول الحادث العلم ولا يضيق رسول الله جاءك به إن الكريم تجلى باسم منتقم فإن بجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تخنقي من العدمات إن الكبائر في المدنى كلمن لأن رحمة ربي للنفس مرار بسمك الكافي لا إله إلا الله 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 يا مالنا جود علينا مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا ربي مولاي كلنا وسام الكابوس وفي الروم الهوى
ذاتي الزاب وبسبب شي نحبة وباطري دماء غلاب وياسين دابا غادي ندفعو ان شاء الله الماكله نرجع وسمحوا لي ما فهمتش لكم داكشي من بعد مع الناس ودير مجموع ما قدرتش نصور الناس وداكشي علاش الله يعطي الصحه نفس الحاره اللي كتحط لينا تبارك الله عليك يا طاطا نبارك فيك يا عزيزي والله كتحط لينا دابا الحمد وخليكم معنا موس جموس نقدر نصد معاكم ان شاء الله الفيديو من بعد ما يحطوا الصفه المهم ما عرفتش انت غادي يكون الاخر ديال هذا الفيديو هذا ماشي علاش غنقول لكم دابا بقاو معنا حتى تشوفوا فين غيسالي هادشي ان شاء الله الحمد لله داز على خير كومين الحمد لله نعم الاربعه ديال الحطات اللي غير باصوا يقولوا يدخلوهم غادي نصور لكم ان شاء الله صافي اخي صافا الدراري بداو كيدخلوا صافا نوريكم هنا الحمد لله هنا فينا ماما كتمسح فيهم حيدي طلقي طلع غير مسحو سون بريسي حيتاش تعطلو بزاف على الناس في الماكلة هداك الشي علاش صافي دابا قادو الطبسيل ديكورو وغادي يبداو يدخلو الناس صافي هنا غادي نقدر نقول لكم غنخليكم شوية مع الأمداح ديال الطلبة ونتلاقاو في بروشان فيديو إن شاء الله نتلاقاو في بروشان فيديو إن شاء الله أبونيفو ولا مكنتوش أبوني معانا ما تنساوش لايك وكومونتير و وما طير الدماء